تتشابه أحلامك معهم. لا تعليم، اتعلمت التعليم اللي كان نفسي فيه، ولا خروج، بعرف أخرج أماكن كتير جدا ببقى نفسي أروحها وما بعرفش. تراهم الدولة أرقاما. ليه نحول 12 مليون معاق ل 12 مليون قنبلة؟ فكيف تراهم أنت؟ بنحاسب المعاق على أساس إنه ليه هو بقى معاق؟ 12 مليون يتمسكون بأحلامهم وينتظرون من يساعدهم لتحقيقها. يعني لو حد فينا ليه حاجة في نفسه يقدر يصلح نفسه، والله كنت أنا صلحت، بس هنعمل إيه يعني؟ مع مجد الجلاد في لازم نفهم، فقط على CBC. الأربعاء الساعة 9 مساء على قناة CBC.